حدثنا المكي بن ابراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمه ان زينب ابنه ام سلمه حدثته ان ام سلمه حدثتها قالت بين انا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعه في خميصه اذ حط فانسللت فاخذت ثياب حيضتي قال انفست قلت نعم فدعاني فاضطجعت معه في الخميله